السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف الثاني الاعدادي في درسنا النهارده هنتكلم على جمع البيانات وتنظيمها لو انا عندي مجموعه من البيانات ان انا ازاي ان انا اجمعهم مع بعض وانظمهم بحيث لما نيجي نقراهم او نتعامل معاهم يكون بشكل بسيط طيب البيانات اللي عندي دي بتتقسم لثلاث مجموعات اول حاجه بتكلم فيها البيانات الابتدائيه في البيانات الابتدائيه هي بيانات مجمعه باستخدام كشوف وملاحظات واستبيانات يعني انا عندي هنا بنزل استبيان بجمع بيه البيانات طيب بعد كده عندي حاجه اسمها بيانات ثانويه البيانات الثانويه دي اللي انا بجمعها من الانترنت من الكتب من الوثائق كل دي اسمها بيانات ثانويه طيب بعد كده عندنا بيانات تجريبيه من اسمها كده بيانات قائمه على التجربه انا مجمعها من مجموعه من التجارب انا عملتها فعشان كده بقى اسمها بيانات تجريبيه طيب السؤال ممكن يجي ازاي بيجي لنا هنا السؤال بيقول لنا كون جدول تكراري ذو مجموعات للبيانات الاتيه طيب لو خدت بالك قبل كده انا كنت بجيب لك بيانات او اجيب لك ارقام وانت تبدا تجمع الاتنين مع بعض او التلاتات مع بعض وهكذا بتشوف كل رقم اتكرر كام مره. لو بصيت للجدول اللي قدام منك ده هتلاقي البيانات يعني ارقام كتيره قوي ومش متكرره كتير. فعشان نكتبهم هتلاقي الموضوع بقى صعب. فعشان كده قال لي كون جدول ذو مجموعات. ذو مجموعات يعني ايه؟ يعني جمع لي كل مجموعه من الارقام مع بعض وشوفهم اتكرروا كام مره. طيب انا عشان اعمل الموضوع ده بكل بساطه محتاج اعرف اكبر قيمه واصغر قيمه عشان نبدا نتحرك فلما نيجي ندور عندنا هنا على اكبر قيمه اكبر قيمه عندي هنا من الجدول لو بصينا من الترتيب كده في الاول فهنلاقي ان اكبر قيمه هنا 19 طيب وبعد كده عندي بدور على اصغر قيمه أصغر قيمة عندي هنا في الجدول هي كانت الاتنين. طيب الفرق ما بينهم. 19 ناقص اتنين بيساوي 17، يعني أنا عندي الفرق هنا 17. طيب عشان نقسم دلوقتي أنا عرفت إن المدى أكبر قيمة وأصغر قيمة عندي 17، فهنختار أنا عاوز أشوف دلوقتي كل مرة هنا أنا عاوز كام مجموعة؟ وليكن عاوز أربع مجموعات. عاوز أربع مجموعات فهتعتبر عندك هنا ان انت كل اللي انت هتعمله هتقول لي هنا 17 على اربعة بتساوي اربعة وربع اللي هو تقريبا هتزود على كل رقم عندك اربعة طيب تعال نشوف اربعة وربع يعني تقريبا هيبقوا عندك خمس مجموعات طيب هنكون الجدول ازاي تعال نشوف مع بعض اول صف عندي ده بكتب فيه المجموعات وهنا بكتب العلامات وهنا بكتب التكرار طيب المجموعات عندي هنا من صفر الى اربعة دايما تدور على رقم يا اما تبتدي باصغر رقم او رقم اصغر منه طيب بعد كده اربعة الى تمانية او تمانية الى اتناشر اتناشر الى ستاشر بعد كده عندي هنا الستاشر الى عشرين طلع عندنا هنا دلوقتي خمس مجموعات عرفت الخمس مجموعات لان انا عرفت ان انا هحط في كل مجموعة اربع ارقام طيب تعالى نشوف عندنا هنا نعمل علامات، هبدأ أبص عندي هي السبعة موجودة فين؟ السبعة موجودة في المجموعة من أربعة 8 خد بالك إن المجموعة أنا هبتدي من الصفر والأربعة مش محسوبة معايا، يبقى المجموعة دي من صفر لأي عدد أصغر من أربعة، المجموعة اللي بعدها من أربعة وأي عدد أصغر من الثمانية يعني إيه؟ لو فاكر الفترات، يعني معنى كده إن المجموعة دي من صفر عندي مغلق وأربعة لازم تكون مفتوح. نفس الكلام عندي هنا من أربعة تكون مغلقة والثمانية تكون مفتوحة وهكذا. طيب لما اجي اكتبها بعد كده هكتب بالشكل ده؟ لا بعد كده هكتب عندي من صفر إلى أربعة إلى، يبقى أنا فهمت دلوقتي إن دي من صفر لأربعة، من أربعة ثمانية من ثمانيه إلى لـ12، تاني ال12 مش مجموعة موجودة في المجموعة الثالثة، موجودة في المجموعة الرابعة. طيب تعالى نشوف العلامات. أول حاجة عندي هنا السبعة، السبعة موجودة في العلامة الثانية، المجموعة الثانية. الاتنين موجودة في الأولى الخمسة موجودة في الثانية عشرة موجودة في الثالثة وهكذا بعد ما خلصنا العلامات نبدا نشوف التكرار انا عندي هنا دي اتكررت ثلاث مرات من أربعة ل 8 كان سبعة وهنا عندي تسعة تسعة اتنين طب تعالى نشوف المجموعة كده هلاقي عندي ان المجموع اللي موجود عندي تلاتة زائد سبعة بيساوي عشرة وتسعة تسعتاشر تمانية وعشرين تلاتين المجموع عندي هنا تلاتين طب تعالى نتأكد هما تلاتين قيمة ولا لأ انا عندي هنا ثلاث صفوف واحد 2 تلاته اربعه خمسه سته سبعه 8 تسعه عشره يبقى تلاته في عشره بيساوي تلاتين يبقى انا عندي تلاتين يبقى احنا كلامنا صح يبقى الموضوع بكل بساطه انا دورت على اكبر قيمه واصغر قيمه عملت الفرق ما بينهم وبعد كده شفت انا عاوز كام مجموعه او عندي هنا عدد العناصر الموجودة في كل مجموعه وقسمت طلع عندي الرقم اللي موجود يبقى انا قسمت عندي من صفر لاربعه من اربعه لثمانية من تمانيه 12 ال16, من اتناشر لستاشر من ستاشر إلى 20 يبقى أنا عندي هنا الصفر موجود في المجموعة الأولى والأربعة مش موجودة الأربعة موجودة في المجموعة الثانية الأربعة موجودة في المجموعة الثانية وهكذا نكمل بقية المجموعات إلى أكبر رقم بنفس الطريقة السؤال الثاني بيقول لنا كون جدول تكراري ذو مجموعات البيانات الآتية وجايب لنا البيانات اللي موجودة قدامنا طب تعالى ندور على أكبر قيمة وبعد كده ندور على أصغر قيمة وندور بعد كده على الفرق ما بينهم، أكبر قيمة عندي هنا كان تلاتة وأربعين، تعالى عندي أربعة وأربعين، نكمل، أنا كده طلع عندي إن أكبر قيمة أربعة وأربعين، طب تعال ندور على أصغر قيمة، كان عندي هنا سبعة خمستاشر، تعالى نشوف عندي هنا في حاجة أصغر من خمستاشر. لا مفيش أصغر حاجة خمستاشر يبقى نطرحهم أربعة وأربعين ناقص خمستاشر هلاقي إن الناتج عندي الفرق ما بينهم بيساوي تسعة وعشرين يبقى أنا عندي تسعة وعشرين أنا ممكن أقسمهم دلوقتي عندي خمس مجموعات أو أقسم كل مجموعة عندي يكون فيها خمس أرقام فهبتدي من أصغر قيمة يبقى نبتدي عندنا هنا بالمجموعات دفعنا إن هي خمستاشر إلى عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين أربعين. يبقى أنا آخر مجموعة عندي هتبقى المفروض من أربعين إلى خمسة وأربعين. طيب تعالى نشوف عندي خمسة وأربعين ده أكبر من أكبر قيمة. طيب تعالى نشوف التكرار بنفس الطريقة. تلاتة وأربعين بنفس الطريقة. ممكن يشوف الأرقام من خمستاشر لتسعة عشر. نفس الطريقة ممكن نشوف الأرقام اللي أكبر من خمستاشر وأصغر من عشرين واحد من عندي هنا واحد شوف بعد كده من عشرين إلى خمسة وعشرين واحد اتنين ثلاثة أربعة بنعدي يعني عندي واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى دي طريقة ممكن أمسك كل مجموعة ونعد بيها أو نمسك كل رقم نشوف عندنا بعد كده عاوز من خمسة وعشرين إلى تلاتين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وانا طيب عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طيب تعالى نشوف كده كنا خدنا بالنا ان في تسعة عشر دي موجودة في المجموعة الاولى بعد كده عندنا هنا في كان في واحد وعشرين تقريبا موجود كان موجود عندي هنا طيب تعالى نكمل من خمسة وعشرين الى تلاتين موجود عندي هنا برضو ستة وعشرين نختارها طيب بعد كده عاوز من تلاتين الى خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين طبعا مش موجودة معانا في المجموعة يعني كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اللي هنلاقيه واحنا بنحسب هنرجع نكتبه في الاخر طيب خمسة وتلاتين من خمسة وتلاتين عندي هنا الى اربعين من خمسة وتلاتين لاربعين يبقى تمانية وتلاتين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة طيب بعد كده من أربعين إلى خمسة وأربعين أدي واحد اتنين تلاتة أربعة أنا عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة طب في حاجات لسه معلمناش عليها تسعة وعشرين كانت في المجموعة الأولى المجموعة الثالثة وعندي بعد كده هنا نتأكد التلاتة وتلاتين, التلاتة وتلاتين من تلاتين إلى خمسة وتلاتين. وتلاتة وعشرين اللي هي من عشرين إلى خمسة وعشرين. طيب تعالى نشوف بعد كده عندنا هنا. طيب تعالى نشوف عندنا هنا مكنش التكرار هنا كانت العلامات. وهنا التكرار. العلامات عندي هنا كانت اتنين وهنا خمسة هنا حداشر حداشر خمسة أربعة. طب تعالى نجمع كده. اتنين وخمسة سبعة وحداشر تمنتاشر تسعة وعشرين تسعة وعشرين وتسعة مفروض تمانية وتلاتين طب تعالى نتأكد من كلامنا إذا كان كلامنا صح ولا غلط إذا كان في حاجة ناسيينها عندي هنا التسعة وتلاتين ما كناش قلناه تسعة وتلاتين موجودة عندي في المجموعة من خمسة وتلاتين لأربعين وفي عندي هنا تاني وفي عندي هنا الاتنين وتلاتين ما كناش قلناه اتنين وتلاتين من تلاتين إلى خمسة وتلاتين يعني معنى كده إن ده كده بقى اتناشر، وهنا بقى ستة، يبقى المجموع عندي هنا، يبقى المجموع عندي هنا بقى أربعين، وهي دي فائدة المراجعة، إن إزاي إن إحنا نراجع على عندنا الأعداد اللي موجودة، بحيث نتأكد إن كلامنا صح، طيب تعالى نشوف، طيب تعالى نشوف أنا عندي هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، دول أربعة، واتنين أربعة ستة تمانية عشرة. أربعة في عشرة بيساوي أربعين يبقى يعني. إحنا كلامنا كده مظبوط ودي فكرة تجميع البيانات وترتيبها وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يارب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته